يعني آخر مكالمة مع الأستاذ أحمد دلالة كان هو مصلي الفجر. ربنا يسامحنا بقى. آخر مكالمة أختم بالأستاذ أحمد جلال الإعلامي الكبير والناقد الرياضي، وما أكلم أحمد أنا بضحك، يعني فاني الموضوع، بس أنا عايز أقول لأحمد جلال أنا بص يعني عايز أعمل معاه صفقة على الهوا، لو أنا حلفت طلاق إن الزمالك مش هيروح سيراميكا، إنه هيلعب سيراميكا الزمالك مش هيروح، بس سيراميكا هيفوز، يدوني كام وأحلف طلاق. بس يعني أنت انت لسه بتعلي بطلقات تاني؟ لا اتربيت خلاص. اتربيت. يعني عايز اقول لك ان انت الناس كلها سابت القصه والحدوته ومسكت بالطلقه اللي انت قلتها. يا باشا اتربيت خلاص وبعترف اتهزمت، ولكن انا بقول لك دلوقتي انا بص الحمد لله الطلقه دي لقينا لها حل. طلقتين تاني ما فيش بنقول يعني سيراميكا ومطق تاني البيت اتخرب. فتخيل. يا عم بعدين الدين اللي حصل انه ان 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 الزمالك يلعب. ايوه صح. يعني الدين اللي حصل ان الزمالك يلعب، عشان بس الناس كانت فاهمه ان لا ان حصل اللي جرى. طب يا جماعه فعلا الزمالك كان عايز كان هيلعب الماتش. ولغايه العصر الموضوع منتهي. يعني يعني اللي انت قلته في الاول ده كان في اطار ان يحصل توائم وان الزمالك يعني يتكلم في الرخصة ويتكلم في بعض الأمور، والزمالك طلب بعض الامتيازات المالية، لكن كان صعب ان ياخد فلوس زيادة، لان الزمالك تقريبا يعني وفرت له مبالغ مالية تقدر بحوالي نص مليار جنيه عشان الالتزامات المالية الضخمة اللي على النادي، واللي كان بيحاول مجلس إدارة ان هو يطلبها من جهات شتى، مش الدولة بس على فكرة، عشان الناس تكون فاهمة، يعني محدش يقول ان ده صحت من خزينة الدولة من عبر وزارة الشباب والرياضة، لا ده من أكتر من جهة مختلفة عشان الماركت تمشي، لأن الأمور في نادي الزمالك محتاجة مصاريف ضخمة كمؤسسة رياضية كبرى. يعني هل فعلا الزمالك في أزمة مالية كبيرة عملت التوتر ده، ولا من وجهة نظرك كإعلامي كبير الزمالك هرب من القمة، ولا الزمالك كمجلس انقسم وناس ورطت الزمالك على حساب ناس تانية عقلانية كانت عايزة تلعب المباراة تجنبا للخسائر في المستقبل؟ الحقيقة ان اختلاف الاراء بشكل عام يعني شيء صحي، لكن اللي انا ملاحظه في مجلس الزمالك المرة دي رغم ان الازمة شديدة الا ان الاختلاف بيبقى جوه، لكن على قدام الناس الحقيقة بيظهر واحد بس يتكلم اللي هو المتحدث الرسمي بصرف النظر عن اتفاقنا او اختلافنا. فلما يتقال له ان احنا عايزين نصدر المشهد بمنطق ان ده امر يؤكد ان الزمالك بيتعامل بمبادئ، بيتعامل من خلال قيم، عشان كده مفيش اي لوم على احمد سالم ولا معركه ضد احمد لا سالم. لا محدش، انا مش بلوم على الراجل، بالعكس انا بشكرك انك وضحت لي. الراجل متحدث رسمي ومحترم ويقول اللي عايزه ويدافع عن النادي بالشكل اللي هو شايفه. وبرضه يا استاذ عبد الناصر يعني الفارق بين متحدث رسمي او الفارق بين مذيع وبين ما هو دون المذيع امر كبير. يعني انت لما تاخد معلومه مثلا فبيبقى ليك طريقه في الالقاء، صح. بيبقى ليك مفرداتك، بيبقى ليك الفاظك، بيبقى ليك التراكيب التي تميز عبد الناصر عن غيره، صح. فبالتالي هو خد المفهوم، يا جماعه احنا نعمل كذا، فالراجل بياخد من المسؤولين وبيطلع يتحدث من خلال ما يذكر او من خلال ما يقال له، ويبتدي يجتهد كراجل في الشغلانه او كاعلامي يفصلها او يوصلها ليك انت كمتلقي او لي انا كمتلقي بشكل يخليك تستشعر ان ده رجل له بصمه. صح. فانت ما تيجي تقول النهارده ان احنا عايزين نبرز قوي ان الكلام ده يعني اننا نحافظ على كرامه الزمالك، فالراجل طلع وقال أن الحفاظ على الكرامة أهم من نقاط المشاهد، الناس تاخد رونق وليها بريق ورنانة فبدأت تطلع كمانشيتات وكترندات، ربما يرتفع على كرامة الزمالك، تمام، لأن يعني الزمالك في النهاية بيتحدث عن مشهد عام مش عن الزمالك بنفسه. صح. نتفق نختلف، يعني في ناس تقول لك ناس تقول لك لا، يعني على فكرة يعني في السواد الأعظم من الشباب
طالع شايف ان ما حدث هو امر يصب بمصلحه الزمالك. في ناس بتختلف على القصه دي، وبرضه زملكاويه قبل ما يكونوا اهلاوي. يعني لو انت سالت اي واحد اهلاوي في الشارع ما رايك في الامر هيقول لك انا مبسوط. طب ليه مبسوط؟ قال لك انا ريحت فرقتي، اديتها مساحه من الوقت عشان تستريح. ده رقم واحد. رقم اثنين، انا خدت 3 بونت مهمين في محاوله اللحاق ببيراميد اللي ما شاء الله 12 مباراه متتاليه على التوالي فوز. ده رقم يصعب المساله، والفرق بينه وبين الاهلي حوالي 7 ماتشات. فبالتالي هو عايز يفضل راكب السباق. المتضرر الاكبر بعد نادي الزمالك هو بيراميد. وخليني اقول لك خبر استاذ عبد الناصر ربما يصدم الكثيرين، ان هناك حاله من الصدمه الكبيره لدى مسؤولي بيراميد مما حدث من مسؤول الزمالك. من وجهه نظره كل واحد يحافظ على مصالحه بطريقته، لان بيراميد كان يتمنى ان الاهلي يلعب على امل ان هو ممكن يفقد نقطه او يفقد نقطتين او 3 نقاط سواء بالتعادل او الخساره امام الزمالك. صح. بيراميد كان يرى ان خوض الاهلي للمباراه ثم تتابع المباريات هيؤدي لارهاق لعيبه النادي الاهلي، اضافه ان ممكن يحصل لا قدر الله اصابات، يحصل ايقافات، يحصل هبوط المستوى، وبالتالي ممكن ده ينعكس سلبا على النتائج ويفضل بيراميدز راكب الجدول. طيب بيراميدز كان شايف ان فوز الزمالك او استمرار الزمالك في المنافسه، لان يعني دلوقتي الزمالك فقط 6 نقاط، مش فقط الماتش بس، لا ده فقط 6 نقاط باعتبار انه منسحب من المباراه. ايوه 3 و3 في نهايه الموسم. اذا انت بتتكلم 6 نقاط، فالزمالك ابتعد تماما عن المنافسه، خرج تماما من المنافسه، بقى بعيد جدا. وبالتالي كان وجوده في المنافسه هيضغط على النادي الاهلي من وجهه نظر بيراميدز اكثر ما يضغط على بيراميدز، لان هيبقى قريب، ممكن يبقى قريب للاهلي، لكن بيراميدز عدى بشكل كبير، فده كان هيسبب ضغط للاهلي. اضافه الى ان ده هيخلي الصراع برضو تحت في نوع من الاشتعال. صح. وكل ما يكون في 4 5 تحت بيهربوا من الهبوط هيتحولوا للنمور شرسه، فهيبقى الامر صعب جدا على الاهلي في الماتشات دي. التركيبه اللي كانت في راس مسؤول بيراميدز، فلما لقوا الزمالك خرج من المنافسه يبقى كل الحسابات دي انتهت، فاصبح الاهلي هو المصدر، مصدر القلق الحقيقي. على الورق لسه في 6 7 ماتشات الاهلي ما لعبهمش، لكن مع الراحه اللي خدها الاهلي اللي هتوصل ل7 ايام هيبقى في امل كبير جدا ان انت عندك استشفاء. كانوا معلقين امل على الضغطه دي تاثر على الاهلي سلبا. فبقول لحضرتك انا شايف ان الزمالك، طبعا الناس شايفه في الزمالك ان هم حققوا المراد، لكن في النهايه في خسائر ماديه لنادي الزمالك، في خسائر معنويه، لكن هم شايفين ان هم كده وصلوا الرساله بشكل يرضي طموحاتهم. طب هل المبدا بقى اللي احنا بنتكلم فيه، هل الزمالك سيكون موضوع ان انت هتعيد ترتيب المواجهات هيحصل؟ انا بقول لحضرتك للاسف الشديد مفيش وقت برضه. يعني بعد كل المشهد اللي احنا شفناه ده، ايه المكسب الحقيقي بقى من طلبات نادي الزمالك هيتحقق؟ لننتظر حتى يعود الزمالك في المنافسات. وبص حضرتك بقراءه متانيه للبيان الذي صيغه 3 3 صيغه اهي، بالتوائم والتوافق ما بين نادي الزمالك ووزارة الشباب والرياضة عشان يخرج بالمنظر اللي حضرتك شفته ده. هتلاقي في أكثر من متغير في البيان، هتلاقي كلمات من نوعية إن هذا أقصى ما لدينا فعله. يعني الجمهور نادي الزمالك بيتكلم جماهيره بمنطق إن ده آخر حاجة نقدر نعملها، فما تلوموناش على أي حاجة تحصل بعد كده. بيصدروا رسائل للجمهور عشان ما يبقوش هم يعني اثروا من وجهه نظرهم. فاحنا عملنا عين، هقول لحضرتك مثلا اهو النص. ما هو يعني بيلمح الناس تبقى فاهمه انا اقصد ايه. يعني في كلمات ذات دلاله معينه، او يعني تتعهد الاداره. كلمة تتعهد دي ده بالتنسيق ما بين الجهة الإدارية وما بين نادي الزمالك عشان الناس تبقى عارفة.
تتعهد الإدارة إدارة الزمالك أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا. يعني كده في تعهد أهو، يعني أنا راجع ماشي، الذي نجله ونحترمه ونثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر. وفعلا كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبدا. تمام. الجملة بقى أو الفقرة أو البيان بيقول إيه في الآخر؟ فعذرا، خلي بالك من الكلمة دي، فعذرا لأننا لا نملك سوى هذا القرار. خدت بالك؟ لا نملك سوى هذا القرار، ما نقدرش أعمل أكتر من كده. وشكرا لتفهم الجماهير ودعمهم الذي لا توقف. وخدت مني الكلمة بالسلوجان ده من اللي اتقال وكل بلدنا من الزمالك، وهو سلوجان محترم، الزمالك أول. يبقى أنت بتقول للناس أهو أنا عذرا، ما تضربوش مني أكتر من كده، وشكرا لتفهمكم ودعمكم. فما حدش فكر ان احنا قصرنا، ده اخر ما نستطيع فعله. هذا الكلام يؤكد ان الزمالك سيعود للمنافسه من جديد، خاصه ان الغياب عن المباراه التاليه يعني دخول النفق المظلم ولائحه تطبق. طبعا مش هنضحك على بعض استاذ ناصر، اما تيجي النهارده تقول لائحه تطبق، هل من منطقي نادي الزمالك ينزل الدرجه الرابعه، الدرجه الادنى دي، كلمه الدرجه الادنى اللي هي مذكوره في اللائحه، يعني الدرجه الرابعه يعني اقل درجه في الممارسات الكرويه في مصر. حتى لو قلنا الدرجه الثانيه دوري المحترفين، هل من منطقي ان الزمالك هيلعب في دوري المحترفين؟ طبعا لا. انت معايا؟ معاك. فبالتالي المشهد من استقرائه يؤكد لك ان الاجتماع الذي جرى او بين الوزير دكتور اشرف صبحي مع الكابتن حسين لبيب كان مفاد انت سيد قرارك ومجلسك بشان الانسحاب من عدمه امام النادي الاهلي. لكن هل توغلت اي مؤسسه رياضيه على سلطاتك كنادي الزمالك؟ لا. فرد عليك كابتن حسين لبيب زي ما حضرتك قلت كده، لا انا بتكلم على التحكيم. قال له انا مش هتدخل في اي امور فنيه، هذا امر يخص رياضات الانديه ثم اتحاد كره القدم اذا كان الامر يتعلق بالتحكيم، جدول يتحط، حكم يتشال، حكم ما يلعبش، كل دي امور تتعلق بالتنسيق ما بين اتحاد الكره الذي يتمكن من الرابطه من لجنه الحكام والرابطه التي تدير المسابقه وتحط الجدول. ده الامر اللي احنا بنتكلم فيه. واتقال في ده برضو للنائب احمد دياب، يعني عليك ان تعمل قوانينك ولوائحك بشكل واضح، وبالتالي اخطر الكابتن حسين لبيب ان حضرتك اعمل اجتماع وانت راجل كمسؤول في مؤسسه رياضيه كبيره تتحمل مسؤولياتك انت ومجلسك. عايز تنسحب براحتك، عايز تلعب براحتك، في النهايه انت قدامك لوائح محدده مش هنقدر نلعب فيها. وبالتالي عرض الكابتن حسين لبيب الامر على مجلس الاداره واتقال ان احنا طلباتنا ما اتنفذتش، مش هنقدر نتراجع والا هيبقى الموضوع شكله صعب جدا قدام الجماهير، فعلينا ان نصمم وندفع ضريبه تصميمنا ونقول لجمهورنا ان احنا لن نتراجع عن ماتش الزمالك. طب ما بعد ماتش الزمالك بقى؟ هو ده السؤال اللي محتاج اجابه، لان المشهد اللي احنا شايفينه ده اذا كان هيتكرر بنفس حذافيره عندما قرر الزمالك عدم خوض مباراه السوبر امام النادي الاهلي التي اقيمت خارج مصر بسبب موضوع كهرباء. ما هو ما بعد كهرباء ايه اللي حصل؟ الزمالك انسحب وطلعنا الناس قالت لا الموضوع يتعلق بالكرامه ولازم نادي الزمالك ياخد موقف، الزمالك فعلا خد الموقف وكان برضه في اجماع كبير جدا من الجماهير وقبول لديهم من قرارات مجلس اداره نادي الزمالك السابق. صح. لكن بعد كده الزمالك كهربا رجع برضه لعب لحين بقى بعد كده ما توقف. فالزمالك في النهايه حرم من المشاركه في نهايه بطوله. ربما يرى البعض ان هذا هو القرار الامثل في نادي الزمالك، خلاص هذا شان المسؤولين وطالما هم شايفين ده كده صح يبقى هم ادرى واهل مكه ادرى بشعرها. لكن هل السؤال هنا هل هيتكرر نفس المشهد؟ طب اذا كان هيتكرر نفس المشهد، يعني اذا كان المره فاتت الزمالك كان بيتكلم لان الامر كان مباشر بالنسبه له ان في لعيبه واقف و
ما تعرضش لقاب قدام نادي الزمالك، فالزمالك انسحب من نهايه البطوله. لكن الزمالك النهارده بيتكلم في مسابقه بالكامل. هل تحرك الماء الراكد بالحجر الذي القاه نادي الزمالك؟ هذا هو السؤال المهم. هل سيتم مثلا اعاده ترتيب المؤجلات؟ لا، ده سؤال مهم. طب هل نادي الزمالك وهو طلب مشروع جدا، هل كان التوقيت مناسب؟ ده سؤال لم يطرحه احد على اي مسؤول في نادي الزمالك. لا برضه، لو الاستاذ احمد سالم باعتباره الوحيد الذي يتحدث الان، لم ارى احدا يتحدث اليه ويذكر له لماذا لعب الزمالك 5 مباريات في الدور الثاني وضربت بطلباته نفسها عرض الحائط. يعني انت نفسك كنادي الزمالك وافقت على ان انت تلعب 5 مباريات في الدور الثاني، وانت بتقول مش هلعب المؤجلات، مش هلعب الدور الثاني الا ما تنتهي المؤجلات. انت نفسك لعب 5 ماتشات، والزمالك لسه على فكره ليه ماتش مؤجل بالدور الاول حتى الان. ماتش المصري نفسه بيلعب ناصر زيدان اللي بعدها حصلت الازمه، هل ده في الدور الاول؟ لا يا فندم، ده في الدور الثاني. طب الزمالك لعب ليه؟ برضه دي تساؤلات مشروعه انواع ان احنا بنطرحها، لان طبيعي ان 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 في منطق وفي حق مشروع نادي الزمالك. لكن انا مختلف للامانه مع التوقيت. انت طلبت الطلب الصح في توقيت غلط. برافو عليك. لو كان ساعه ماتش سموحه اول مباراه في الدور الثاني، كان سيجد مسانده لا محدوده من الجميع. من الجميع، وعلى واولهم الاهلي. طبعا. مع العلم للامانه المشهد الايجابي في كل الازمه الحاليه، وهو مشهد لم يره احد وسط هذا الزخم، ان الزمالك لم يتعرض للاهلي بكلمه واحده، بل وحين ذكر الاهلي قالوا الازمه بتاعتنا مع الاهلي. الاهلي التزم الصمت التام وقال من حق نادي الزمالك ان يدافع عن مصالحه دون ان يكون هناك اي ضرر، وانا لم اتعرض لضرر. الاهلي كان ينتظر على حافه النصر. هل ستطبق اللوائح؟ هل سيلعب اللقاء ام لا؟ الحقيقه الاهلي خد حقه اللي هو وفقا للوائح. اعجبني اداره الدكتور اشرف صبحي الازمه بمنتهى الصراحه والوضوح. جدا جدا جدا. وانا النهارده يعني كنت مع صديقي محمد الشاذلي وقلت له عايزك تشكر لي سياده الوزير لانه تعامل مع الملف بهدوء وحنكه، ربما يختلف البعض كثيرا مع الدكتور اشرف صبحي، لكن في امور انا بصراحه اشهد له فيها بالحنكه والخبره والذكاء في اداره هذا الملف. بدليل الناس كلها تدرك ان بروتوكوليا ان موضوع الانسحاب عندما تؤكد اثباته لازم الحكم يروح، ولازم الفريق اللي هو هيشارك يروح، والفريق المنسحب ينتظر يعني يتفرج على التلفزيون زيه زينا، وينزل الفريق اللي هو هيسنتر ويستنى الحكم ثلث ساعه وبعد كده يسنتره ثم ياخد الكره ويعلن انسحاب الفريق الفلاني. الامر هنا اداره الوزير بذكاء وقال مش لازم نصادر هذا المشهد المؤسف عن مصر، لانه برضه في الجلسه قال لهم مشهد مصر مهم جدا، مش عايزين نلاقي الناس بتسال سؤال صعب، هل هانت عليكم مصر الى هذا الحد؟ الكلمه كانت ثقيله يا استاذ عبد الناصر. وبالتالي كان ضروريا ان انت تبحث عن لوائح معينه علشان تقدر تمشي المشهد بما لا يسيء للكره المصريه. بالفعل تم التاكد من ان اذا الزمالك ارسل خطابا يؤكد فيه انه لن يخوض المباراه، وتسلم بالفعل رابطه الانديه هذا الخطاب، وكان الامر من الشفافيه الى حد ان الخطابات كانت بتعلن، وده حاجه كويسه جدا استاذ عبد الناصر. طبعا وكثيرا ما نفتقدها. يا استاذ احمد، السرد الرائع ده لازم تزود عليه ان يعني انا يعني لا الوم احمد سالم، ولكن بالمره لانه متحدث رسمي، لكن في مجموعه من المرتزقه عملوا شوشره وادعوا بطولات زائفه وكانهم بيحاربوا فساد، اساءوا للدوله برمتها وهم ما لهمش اي صفه ولا اهليه. لازم وانت بتسرد السرد ده تقول ما اصاب الزمالك من جراء هذا الذباب الالكتروني واللي نايمين على الصفحات. في متحدث رسمي بيحترم مهما اختلفنا معاه او اتفقنا عليه، ولكن في ناس اساءت للدوله والمنظومه وحرجت مجلس اداره نادي الزمالك لانها محسوبه على بعض الاعضاء.
للاسف الشديد يعني انا مش مختلف مع حضرتك. وعلى فكره برضو الكابتن حسين لبيب في خلفيه الفناء ذكرت له هذه الملاحظات اللي انت حضرتك سردتها بوضوح شديد. وانا بقول لك خلي بالك شوشره حتى على المتحدث الرسمي، فيش حد يعني. هو الراجل النهارده طلع قال لك اعلامي كبير وحرف طلاق، من حقه يتكلم زي ما هو عايز. المتحدث الرسمي يحترم مهما كان كلامه، لان في النهايه له حيثيه. لكن ما تقعدش بقى لا لا في ناس مدعيه بشكل اساءت للدوله بشكل، تصدرت المشهد تلفزيونات وفيسبوك وحدوته، ودلوقتي بتلم غله كانها انتصرت وفتحت عكا وهي دمرت الزمالك. انا بقول لحضرتك ان في ناس شايفه ان هناك انتصارا قد حدث. انا منتظر يعني هنعرف الانتصار اللي قد حدث ده او وجهه نظرهم. خلاص كل واحد يعني بيرى المشهد من زاويته. صح. في النهايه انا بتكلم، اذا كنا بنتكلم في الصلاح العام، هل سنشهد الامر مختلف السنه الجايه؟ انا بقول لحضرتك دلوقتي استاذ عبد الناصر، وانت برضو راجل في المطبخ اكثر مني، ان الدوري العام الموسم المقبل لن يكون بنفس المشهد التقليدي. هناك اليات من خلال التنسيق مع الرعاه والانديه اللي هتبقى موجوده في الدوري الممتاز ال 18 نادي، بحيث ان انت تلعب دوري مختلف. هل الدوري المختلف ده هيكون دور واحد؟ ام هل الدوري المختلف ده يكون ان انت تعمل دور اول مثلا، ثم تلعب الثمانيه اللي فوق مع بعض كانه دوري سوبر، ثم العشره اللي تحت دوري ترتيب المراكز وتحديد صراع البقاء؟ كل دي يعني اشكال من محاوله تلافي الازمه بعد اربع سنين تراكميه بعد أزمة كورونا، والسبب فيها رؤساء الأندية. وبنعاني من هذا الشكل الغريب، إضافة إلى أن في نقطة في المشهد. أستاذ عبد الناصر ما حدش بيجيب سيرتها. تمام. زمان وإحنا صغيرين أستاذ عبد الناصر كنا بنروح الاتحاد الأفريقي جنب اتحاد الكورة، حضرتك كنت بتستلم كتيب في كل الإيفنتات الخاصة بالاتحاد الأفريقي على مدار سنتين لغاية كأس الأمم الأفريقية التالية، سواء دوري أبطال او دوري دلوقتي ما عارفينش يدوا لك معاد السوبر ولا امم افريقيا. طب ده حاجه. تاني حاجه انت بتقول السوبر اللي هي بتلعب مش عارف هتلاقي امتى وهتلاقي فين. طب ماشي، حتى لو كان في جزء من الرعايه، طب هنتكلم من بطوله السوبر مباراه واحده. انت فوجئت السنه دي ببطوله اربكت المشهد في 8 دول اسمها السوبر ليج الافريقي، وهي كان من المفترض ان تقام ايضا في اوروبا، وحدث يعني سجال رهيب ما بين الدول الاوروبيه على تنظيمها، وبالتالي لم تنظم وتركت لافريقيا عشان يشوفوا. مش عايز اقول الكلمه الصعبه، لكن في النهايه احنا التجارب عشان نشوف القصه ايه. فلما عملت السوبر ليج الافريقي، انت مثلت النادي الاهلي بيمثل مصر في البطوله، قال لك النادي اللي هيشارك في البطوله لا يلعب اي مباراه في الدوري المحلي طوال البطولة. طب الاهلي قاعد بيلعب البطولة دي لغاية الدور قبل النهائي، فبالتالي قاعد حوالي شهر يا استاذ عبد الناصر ما بيلعبش في الدوري المحلي، بخلاف النادي الاهلي كان بيلعب كاس عالم اندية، ثم النادي الاهلي وصل للمرحلة الاخيرة في دوري الابطال مثل ما وصل الزمالك للمرحلة الاخيرة في الكونفدرالية، والحمد لله توج الاثنين. طيب لما تبص بقى للمشهد، الاهلي لعب كاس عالم اندية، لعب سوبر ليج افريقي بيختلف ان هو بيلعب دوري ابطال افريقيا، الزمالك لعب كونفدراليه، وفي النهايه ورغم ان انت عندك في السنه دي برضو يعني 40 يوم او 45 يوم اسمهم كاس الامم الافريقيه، احنا زمان كنا بندخل لو لا قدر الله ما كملناش كاس الامم الافريقيه للاخر كان يوم بنلعب دوري، لا احنا استنينا لغايه النهايه لعمان اللي بدا تكافؤ الفرص، لان انت عندك لعيبه اجانب في بعض الانديه. صح. ما كانش ينفع ان انت تلعب، فانتظرت لحتى نهايه البطوله، يعني انت ضاع منك 45 يوم في كاس الامم الافريقيه، وغير ان انت عندك ارتباطين في الاجنده الدوليه مع كابتن حسن حصلوا، فكل ده توقفات وصلت لقد ايه؟ وصلت لحوالي 3 شهور او 4 شهور. صح. تقول لي يا استاذ احمد ما انت يعني بتتكلم كده، مش معنى الدوري المغربي والدوري التونسي، ما دي دول في افريقيا. اقول لحضرتك بمنتهى البساطه، الدوري المغربي كان بيكمل وكاس الامم الافريقيه شغال، لان في نظره من اللاعبين الدوليين في الدوري المغربي
مش على مستوى المغرب بس، بل على مستوى الدوري المغربي في قرار حاسم باللعب من غير الدوليين بلا توقف. طب تمام، يبقى اذا ده طبيعي. والدوري التونسي مجموعتين. طب يبقى احنا ما ينفعش اقول الكتالوج ده ينطبق عليا، لان انا عندي كم من اللعيبه الدوليين في الامم الافريقيه غير عادي، سواء من منتخب مصر او من المنتخبات الاخرى. تمام، تخش بقى في الاشكاليه الاكبر، هو ليه الناس ماسكه دايما في رقبه الحاج عامر حسين؟ طب هو الحاج عامر حسين حط المؤجلات بشكل خفي ولا الجدول اعلن من شهر فبراير؟ انا هنا لا ادافع عن الرجل من اجل ان ادافع، انا بقول كلمه حق في وسط هذا المشهد الملتوي. هل يا استاذ عبد الناصر الجدول ده ما مفسرش للانديه؟ يعني انا سمعت كلام من يعني مضحك مبكي، قال لك اصل رئيس نادي ام بي ما استلمش الجدول وما كانش عارف الجدول، فانت من الجدول المعلن من شهر فبراير، يعني ايه يعني رئيس نادي ام بي مش عارف الجدول؟ يعني هو لو راح للجهاز الفني بتاعه قال له يا فندم الماتشات اللي عندك شكلها ايه؟ هيقول له ما اعرفش. حضرتك الجدول المعلن لغايه الجوله ال 28 او 29 لغايه الاول الاسبوع الاول من 7 الجدول معلن من شهر فبراير. الزمالك من شهر فبراير مستلم الجدول بالمؤجلات بالترتيب بالسيمتريه بتاعت الاهلي والزمالك. طب بص للاهلي لعب كام ماتش والزمالك لعب كام ماتش وسط هذا الاحتكاك. هل حضرتك بصيت على الجدول هتلاقي الاهلي لاعب 19 مباراه، الزمالك لاعب 21 مباراه. بعد كل اللي انا قلته بصرف النظر عن ايه، مين الاهلي مين الزمالك، انا بقول لحضرتك ارقام وسط مشهد ملتبس الناس بتقعد تقول كلام كبير قوي 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 وما بتبصش للرقم. الاهلي لعب 19، الزمالك لعب 21، بيراميدز لعب 25. ادي المشهد العام في الخناقه اللي احنا شايفينها دي كلها. فناس كانت عارفه الجدول من شهر فبراير، ليه انا اعترضت بعد 4 شهور؟ برضو ده سؤال بقول لحضرتك فيه اسئله نمطيه عاديه وسط هذا المشهد ما حدش سالها. صح. يعني مفيش مسؤول، يعني انا ما سمعتش مسؤول في نادي الزمالك بيتحدث في هذه النقطه الواضحه او وضوح الشمس. كله بيقول لك لا احنا عايزين ننظف المنظومه، اصل المنظومه فاسده، اصل ماشي يا عم انا ما انا يعني جميل احنا ننظف المنظومه فاسده، طب نشوف ايه الفساد ونبطره، تمام. لكن اللي انا بقوله ده هل في حاجه غريبه؟ يعني انا لو جبت النهارده استاذ عبد الناصر مدرس العاب، بلاش الحاج عامر حسين، قلت له يا فندم حط لي جدول، هو هيجيب ايه السنه فيها 365 يوم يا استاذ عبد الناصر؟ هيجيب منين تاني غير 365 يوم؟ ما اعرفش والله، نفسي اعرف. طب انا الاحداث اللي انا قلت لحضرتك عليها دي طبيعي انها تؤجل لك الدواء، يعني انا بكلمك في بحر 60 يوم مثلا احداث وانت ما قدرتش تاجل فيهم حاجه. مع دوريات انت حبيت تقارن بيها وهي لا تصلح المقارنه، لان ابجديات المقارنه وجه المقارنه، وجه المقارنه مش موجوده في عبد الناصر، يبقى ازاي اعمل مقارنه؟ يعني ينفع على اقارن لبن لونه ابيض بقطر ماشي بسرعه؟ ينفع اجمع فول على بطاطس واقول اصل كده واحد فول واحد بطاطس ده جاي بقى اثنين فول يعني ما ينفعش؟ يعني في حاجات كده نمطيه يا جماعه يعني لازم نكون عارفينها. عايزين بقى نعمل الدوري من غير الدوليين، من غير الدوليين يا فندم حضرتك حط لي في اللائحه كده عشان نبقى عارفين الدنيا هتمشي ازاي. يعني مثلا هل النهارده يعني حتى كاس مصر لما اقيم حطينا الدور ال 32 فلقينا ان كاس مصر الاهلي وبيراميدز والزمالك بقى عندهم لعيبه دوليين، فبالتالي اضطرينا ناجل دور ال 32 من كاس مصر. ليه انا بقى ما احطش في اللائحه حضرتك زي ما عملنا في كاس الرابطه ده كده مثلا اجراء محترم، حضرتك كاس الرابطه يتلعب من غير اللعيبه الدوليين. طب ما العب كاس مصر من غير اللعيبه الدوليين، ايه الازمه يعني؟ وعلى فكره الانديه هتوافق، واولها الاهلي والزمالك رغم ان هم وبيراميدز ان الثلاثه دول الاكثر عددا من اللاعبين المحليين في المنتخب. مش هيقول لا. طب العب كاس مصر والعب كاس الرابطه من غير الدوليين. لما تلعب وتخلص القصه دي في حاجات نقدر نتكلم فيها. يعني انا كنت متصور مثلا في الازمه دي يا استاذ عبد الناصر ان احنا كلنا قبل ما وقونا نادي الزمالك ونادي الاهلي نهب ونغضب لحاجه اهم بكتير ان الناس بتلعب الساعه 4 واحنا دلوقتي الفجر جدا مش قادرين نشم نفسنا. يعني الدنيا حر جدا العب الساعه 4 ازاي؟ ازاي العب الساعة 4 العصر؟
ظل الظروف دي مش ممكن استطاعة النصر. صح. يعني هل انت منتظر كارثه انسانيه جديده؟ لما لو لاعب النهارده لا قدر الله سقط بشكل ما او باخر، ده احنا كلنا قلبنا وجعنا استطاعة النصر على احمد رزق، وكان الموضوع ما كانش له علاقه بالحر ولا اي حاجه، والراجل حدث لا ما قد حدث. ولغايه دلوقتي احنا بنتابع احمد رفعت، وشفت اللقاء معمول من يومين او مع استاذ ابراهيم فايق صديقنا العزيز، والراجل بيقول انا لغايه دلوقتي بيجي لي ساعات ازمات وبتشاهد ايه ما وجعت قلبك، وقعدت تقول طب فين الاسعافات الاوليه وفين الناس المتخصصه. هذا الامر اللي انت محتاج فعلا يعني تنتفض من خلاله. هي دي بقى الكرامه، هي دي الكرامه الانسانيه، الحاجه اللي الواحد يتكلم فيها. ازاي الناس تلعب الساعه 4؟ نسال نفسنا ازاي في ظل الظروف الصعبه دي. انا عندي ازمات في بعض الامور تتعلق بالتيار الكهربي، انا مش مختلف، لكن روح البني ادم وحياه البني ادم اهم من اي شيء. اتفق معك تماما، واتمنى ان ربنا يصلح الاحوال.